هو ليه بقى فيه اهتمام زايد قوي الفتره دي بالرافال؟ ليه بقى فيه اكتر من دوله دلوقتي مهتم اكتر بالرافال؟ زي ان الامارات طلبت من فرنسا قريب صفقه عملاقه بقيمه اكتر من 80 مقاتله رافال، مش عارف يعملوا بيهم ايه الصراحه. مالكش دعوه. وعندك مصر اللي طلبت 30 زياده على 24 اللي موجودين اصلا. ده كمان طلع خبر ان الهند بتفكر انها تشتري 57 مقاتله رافال متخصصه في البحريه زياده اصلا عن اللي عندها. يا جدع ده حتى تركيا هتعرف اكتر الطيارين بتوعها على الرافال في سلم مقاتلات الرافال اللي تمتلكه قطر واللي هيجي يشارك في المرورات ما بينهم قريب. السؤال هنا بقى ليه الكل مهتم قوي بالرافال؟ يعني اشمعنى الرافال؟ مش دي اللي كانوا بيقولوا عليها خردة برضو؟ والحقيقه ان يعني في اكتر من سبب. الاول وهو النفوذ الامريكي او قوه امريكا ما بقاش زي الاول، وده ادى مساحه اكتر لفرنسا ان هي تروج اكتر لمنتجاتها الفرنسيه العسكريه زي الرافال. السبب الثاني وهي ان الرافال اصلا طياره ممتازه ولكنها مش بتليق على كل الدول. هي شبه ازازه البرفان اللي موجوده في اخر رف الشمال دي، هي سعرها غالي وريحتها مش بتليق على اي حد، لان المقاتله اصلا سعرها غالي ولكن متطوره جدا والدول بتغير من بعضها. عرفت بقى ليه مصر اشترت الرافال؟ طب وايه هي مواصفات الرافال؟ عايز تعرف شوف